السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم عن منحة ممتازة جدا. بس قبل ما نتكلم عن المنحة دي أحب أوضح لدي قناتنا، قناة منح من كل ألوان، هتلاقي عليها فرص ومنح عديدة جدا. بالإضافة كمان ده الويب سايت الرسمي الخاص بينا، هتلاقي عليه جميع مقالات المنح اللي إحنا بنعرضها على القناة وجميع خدماتنا اللي إحنا بنوفرها. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب خلينا نبدأ ببركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة. بالنسبة لفرصة النهاردة هي فرصة ممتازة جدا مقدمة من منتدى اسمه شباب إريانا أو الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في الإمارات العربية المتحدة في مدينة أبوظبي. هنا عندنا وصف للفرصة بيقول لك إن هناك دعوة عالمية لحضور منتدى الشباب الممول بالكامل في أبوظبي، تمام؟ والمنتدى ده هيكون ما بين 15 ل 18 إبريل 2024 وهو هيكون منظم من شباب إريانا، وهي طبعا منصة للشباب للمشاركة في مناقشة التحول العالمي للطاقة وغيره. الدولة اللي فيها الفرصة هي الإمارات العربية المتحدة، الجهة المانحة هي اسمها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. الفئات المسموح لها التقديم في كل دول العالم، سواء انت من دولة عربية أفريقية آسيوية بتقدر تقدم على الفرصة دي، تمام؟ مستوى الدراسة هي تعتبر تدريب وحضور مؤتمر. وطبعا ممكن تعتبرها كرحلة سياحية لأنك يعني كأنك طالع كده على حساب شركة أو مؤسسة هتوفر لك كل حاجة. التمويل هي ممولة بالكامل. طب بتشمل ايه الفرصة دي؟ بيقول لك ان المنتدى ده هيشمل لك الرعاية الكاملة بما في ذلك تذاكر الطيران الاقامة، وهيبقى العدد مشتركين كتير، وكمان مش هيحتاج منك رسوم ابليكيشن، يعني انت بتملى لك الابليكيشن بتاعك وبتبعته المنحة ومش محتاج منك اي رسوم. بيقول لك ان الموضوع هو هيكون خاص بالطاقة المتجددة والبيئة وما الى ذلك. فوائد المشتركين زي ما احنا اتكلمنا، تذاكر السفر، إقامة، وجبات الطعام، عندك شهادة مشاركة في المؤتمر، كمان عندك جولات ورحلات هيتم تنظيمها داخل المدينة عشان تعرف على المدينة بشكل أكتر. عندنا هناك معايير للأهلية للتقديم. المعايير دي يجب أن تكون من البلدان المذكورة أعلى طبعا، وهي طبعا الدول العربية أغلبها متاح لها التقديم، ويجب انك تكون عمرك ما بين 16 ل 35 سنة عند تقديم الطلب، تمام؟ مش مطلوب بقى منك شهادة لغة او غيره. بالنسبة للموعد النهائي، اخر معاد هو 31 يناير 2024 للتقديم. طبعا بالنسبة للتقديم في ابلكيشن عبر الانترنت بنملاه وبنحط فيه كافة التفاصيل وكافة البيانات وبنبعت الابلكيشن للمنحة. كمان ما تنسوش بقى ان مؤسستنا منح من كل الألوان توفر خدمات اضافيه، خدمه تقديم بشكل احترافي لاي فرصه او منح انت عايزها، فرص مضمونه ربو المساعده للسفر الى هولندا، منح مضمونه في الصين، خدمه تجهيز الاوراق، تقديم على فرص العمل، عقود عمل في اوروبا وكندا والعديد من الخدمات. ولو عايز اي خدمه من الخدمات دي بتلاقي رابط خدماتنا هنا، تضغط رابط خدماتنا الاضافيه من هنا بيفتح معاك. مثلا انت عايز تقدم على الفرصه دي من خلالنا، فبتروح لكلمه التقديم للمنح وبتفتح الاستماره الخاصه بيها وخدمه العملاء بعد ما بتملى الاستبلي كل شيء. عشان بقى طبعا كمان ممكن تصفح الخدمات الاضافيه اللي احنا بنوفرها، دي كلها خدمات اضافيه بنوفرها زي عقود عمل، فرص مضمونه، كل دول خدمه او كل خدمه من دول ليها استماره خاصه بيها لازم تملاها. خلينا بقى نرجع للاعلان الرسمي للمنحه ونشوف ايه التفاصيل بتاعته. هتضغط على كلمه قدم اعلان عشان يفتح معاك الاعلان الرسمي. يفتح معاك الموقع الرسمي للفرصه نفسها وتلاقي بقى فيها كل التفاصيل. هنا ده الموقع الرسمي بيقول لك فاضل 112 يوم على انتهاء التقديم، فاضل 112 يوم على بدء المؤتمر، تمام؟ هيبدا 16 ابريل 2024، تمام؟ هشرح لك بقى كل التفاصيل هنا. الابلكيشن بروسس، اخر ميعاد للتقديم، بتشمل ايه؟ فول سبونسرشيب انكلودنج ترافل اند اكوموديشن، اللي هي السكن وتذاكر الطيران وغيره. عشان تقدم بقى تعمل ايه؟ تروح على كلمه ابلكيشن دي من هنا وتضغط عليها، تمام؟ لما تضغط عليها يفتح معانا الابلكيشن بهذا الشكل. اول حاجه مطلوبه في الابلكيشن اسمك، اسم العائله، طبعا التايتل بتاعك، هل انت طالب، باحث، موظف، كل ده بتحطه هنا. الانديكيت بيقول لك هل انت منضم لاي مؤسسه من المؤسسات دي، لو مش منضم ليها فبتضغط على نان اوف ذا ابوف، تمام؟ وبتحط ايميلك، كان تاريخ ميلادك، الجندر بتاعك، بتحط المدينه اللي انت عايش فيها، الدوله اللي انت عايش فيها، دولتك الاصليه ايه او جنسيتك ايه الاصليه، تمام؟ بتختار طبعا جنسيتك الاصليه، بتحط الدوله اللي انت منها وهكذا، تمام؟ بعدين بيقول لك ايه السن القانوني في بلدك، بتحط برضو السن. هنا بقى بيسالك بعض الاسئله، بيقول لك ايه يعني تتكلم عن بروجكت مثلا خاص بالطاقه او خاص بالبيئه او الليدرشيب او الكلام ده كله، تمام؟ وازاي انت ابديت مهاره فيه او كده. فمثلا انت ممكن ما عندكش خبره في موضوع الطاقه او البيئه او كده، ممكن انت تكتب حاجه ازاي انت يعني ممكن يعني ايه الحاجه اللي انت ممكن تتكلم فيها او تشارك بيها في المؤتمر مثلا، او ايه المعلومات، بحيث يبقى انت عندك معلومات قبل ما تروح المؤتمر ده عن ايه الطاقه المتجدده وايه الاستدامه وايه المحافظه على البيئه والكلام ده كله. فبيقول لك بحد اقصى 2000 كاركتر، تمام؟
بيقول لك ازاي انت بتشوف نفسك هتشارك في الحدث العالمي ده، تمام؟ بتجاوب برضه على السؤال ده. بيقول لك ايه توقعاتك من حضور المؤتمر ده، هتستفاد منه ايه؟ هل انت مثلا في مؤسسة او انت هتمول السفر بنفسك، ولا انت محتاج المنحة فهتقول ان هو مثلا انا محتاج مشاركة في الفنانشال سبورت اللي هي الخاصة بالمؤسسة. بعدين هتحمل السي في بتاعك هنا، بعدين تروح تضغط على الكابتشا دي او الروبوت ده انك خلاص ام نوت روبوت، وبعدين تضغط على سبميت. طبعا لو ضغطت على سبميت مش هيبعت الابلكيشن معايا، لان لسه في كتير فقرات انا ما كتبتهاش، بس انت لما تملى الابلكيشن كامل هيترسل معاك وتنتظر الرد من المنحه. كده بشرحنا كل التفاصيل الخاصه بالفرصه. صراحه انا شايف انها فرصه ممتازه، تمام؟ بتشمل كل شيء، عندك تكاليف السفر، الاقامه، كل حاجه شامله، وكمان زي تعتبرها رحله سياحيه الى الامارات. كمان ما تنسوش خدمات الإضافية هتلاقيها موجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو ده، وكمان في آخر المقالة ممكن نساعدكم في التقديم على المنحة دي، وكمان خدمات تانية كتير جدا. أتمنى التوفيق للجميع، شكرا جزيلا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.